أرقام مميزة للغاية وعدد تمريرات كبير ورهيب، ده بيقدر يوضح لك مشاركة اللاعب بصورة واضحة وصريحة وبنسبة كبيرة في عملية البناء والتحضير كمان. أهلا بكم، أفضل حارس كرة قدم على الإطلاق في قارة أفريقيا من وجهة نظر الشخصية، أفضل حارس كرة قدم في قارة أفريقيا من ناحية اللعب بالقدمين، مش كده كمان في إرسال الكرات الطولية سواء المباشرة أو القطرية. لاعب مفيد للغاية لمدربه، مفيد للغاية مدربه من طريقة اللعب وتكنيك وأسلوب اللعب، عموما زمايله بيثقوا فيه لدرجة فوق الخيال. في 3 ماتشات فقط في بطولة الدوري 87 تمريرة استلمها من زمايله، وده أكبر دليل إنه بيعمل لك موجب واحد في مرحلة الحيازة، كأنك زايد عدديا، والزيادة العددية بتخلق لك لاعب حر، وده اللي بيتيح ليك خيارات للتمرير. مواليد 28 أغسطس 1988، صاحب 35 عام، ما عندوش أي مشاكل على الإطلاق، لا الكمال لله عز وجل. تابع الفيديو للنهاية علشان تعرف مشاكل أنس زنيتي. بيعتمد عليه جوزيف زيمباور مدرب نادي الرجاء الألماني، جوزيف زيمباور بيعتمد عليه بصورة كبيرة جدا للغاية في مرحلة البناء والتحضير. جوزيف زيمباور بيستغل أنس زنيتي استغلال ولا أروع، مفيد للغاية لمدربه في طريقة اللعب. في ماتش يوسفية برشيد 48 تمريرة صحيحة لأنس زنيتي من أصل 51 تمريرة، في ماتش الجيش الملكي 41 تمريرة من أصل 51، وفي آخر ماتش أمام المغرب الفاسي 26 تمريرة من أصل 32. أرقام كبيرة، أرقام كبيرة ومميزة لحارس مرمى، عالمي عالمي في ضربات الجزاء. عموما ايه مشاكل أنس زنيتي؟ مشاكله عنده مشكلة في توقيت خروجه في العرضيات، دي المشكلة الأولى لأنس زنيتي. المشكلة الثانية تحركه بين ال3 خشبات، تحركه بين ال3 خشبات، عنده مشكلة في التحرك داخل ال3 خشبات. عموما أنس زنيتي حارس ولا أروع، حارس ولا أروع. الرجاء، الرجاء في المركز السادس في بطولة الدوري العام، دوري الجماعة الملكية المغربية لكرة القدم، من 3 ماتشات 5 بونت، 3 ماتشات 5 بونت، الرجاء فوز وتعادلين. على الصدارة نهضة بركان 9 بونت، العلامة الكاملة هي ليج الجيش الملكي 7 بونت، 7 بونت من 3 ماتشات، والسلمي 6 بونت من ماتشين فقط. أما الوداد، الوداد سبحان الله، الوداد في المركز التاسع ولكنه لاعب ماتشين فقط وعنده 3 بونت، فايز ماتش وخسران ماتش. الدوري المغربي من اقوى الدوريات اللي ممكن تشاهدها في قارة افريقيا على الاطلاق. تقول ازاي؟ اقول لك ازاي. دوري منضبط، دوري فيه مهنية، دوري فيه مواعيد منتظمة لكل الفرق، دوري محترم بكل ما تحمله الكلمة من معاني وتفاصيل. شابوه للجماعة الملكية المغربية لكرة القدم، شابوه لجمهور المغرب العظيم، دمتم في امان الله.